خطوة كتسبق كل تصميم هي أخذ القياسات. وفي هذا الفيديو غادي تتعلموا معايا كيفاش تاخذوا القياس ديال الكويزين ديالكم بطريقة صحيحة واحترافية. لي كويزين هما اكثر حاجه عرفت تطور كبير في الاركيتكتور. لي كويزين شحال هادي كانوا كيتواجدوا غالبا ولا لامبلونطاسيون ديال كانت كتكون في الاماكن المعزوله اللي بعيده على الانظار، كانوا كيكونوا في لي سوسول. ومن بعد ما كتوجد الماكله لي بلا كيطلعوهم لغرف الطعام بلي مونت شارج ولا لي شاري. واليوم من بعد ما تبدلوا لي كونسيبت اركيتكتورو، لا كويزين ما بقاتش اونيكمون لو ليو اللي كنحضروا فيه الطعام فقط، بالعكس ولات ان ليو اللي كنقدروا ناكلوا فيه، نتفرجوا فيه، نجتمعوا فيه مع العائله، نستقبلوا فيه الضيوف، لي زونفون يقدروا يصايبوا لي ديفوار فيه، ولا ان ليو مهم بزاف ولينا كنخصوا ليه مساحات كبيره، ولينا كنخصوا ليه مكان مهم في قلب الدار. كنصح كل سيده باش تصمم بنفسها المطبخ ديالها حسب النشاطات اللي كتقوم بهم في المطبخ، بحسب العادات ديالها والطريقه اللي كتطبخ فيها وكيفاش كتحرك في لا كويزين ديالها. اختاريت لكم اون كويزين او سوسول، لا فورم ديالها ساهله ريكتانغولير غاديه اون لونغور، هي اللي غادي نخدموا عليها في هاد لي فيديو. اول مرحله كنبدا بها كان اسكيسي لو بلان ديال لا كويزين اون 2D في مون اجندا، بوي كنرسم لي كونتور دو لا بيس اللي هما الحيوطه اللي عندنا في هاد الكوزينه على شكل ريكتانغولير كوم سا. بوي المرحله الثانيه جو مارك لي زانوتاسيون، سيتادير لي زوفيرتور لي بورت les fenêtres, regarde les détails et neuf la pièce. Alors, il y a une fenêtre, il y a des ouvertures, l'ouverture Lula, puis il y a un espace ou l'ouverture Tenia, puis l'ouverture Delta, il y a la porte d'accès, la cuisine, puis une autre porte, Fedjiadi. من بعد جو مارك لي لين دو كوتاسيون اللي هما المسافات اللي غناخدو لي ميزور ديالهم، و كنحاول باش نعطيهم حروف. Ou d'abord, je vais mesurer la pièce à l'aide d'un télémètre laser qui s'aide à l'aide les grandes distances ou les hauteurs aussi. Je vais commencer la part de la tête de l'eau en longueur, puis la tête de l'eau, puis la tête déjà radicale les mesures de l'eau puisque la cuisine est rectangulaire. Donc il suffit de prendre le mur A et le mur B. تبداو ديما بالمسافات اللي كبيرة، لا لونغور ديال لا بيس عاد ابخي لا لارجور ديالها. ومن بعد كنمشيو لي ديتاي بحال لا بورت لي ميزور ديالها لا لارجور ديالها و لا اوتور ديال لا بورت. من بعد لا فنتر لا لارجور ديالها ولا اوتور ديالها حتى هي ولا ليج اللي هي المسافه ما بين الارض ولا فنتر. من بعد ليسباس انتر لا فنتر اي لو مور، ومشيو للجهه الاخرى
les ouvertures. نبداو بالاسباس ما بين لوفيرتور والحيط. La première ouverture. L'espace entre les deux ouvertures. Ou la deuxième ouverture. Maintenant, ça ouvre. شي ديتاي كاين في لابيس باش تاخدو الغولفي ديالو. اخيرا ناخدو الغولفي ديال لابورت داكسي و هاد لو مور لي ما بين لابورت داكسي و لابورت الاخرى. و بقات لينا لا اوتور سو بلافون الارتفاع ديال لابيس و كنرجعو نماركيو لي ديستانس في لو بلان دو دي لي درنا. و ما تنساوش تاخدو لو غولفي ديال لي برونشمون هيدروليك حتى هما و لومبلاسمون ديال لي بريز لا كان. الوغ لا ديرنيير ايتاب هي ليتاب ديال لا فيريفيكاسيون لي كنشوفو فيها واش لي مور بيربونديكولير واش اي سون بيان دروا. و لاستيوس لي غادي نعطيكم باش تاكدو من لي ميزور هو غادي تاخدو لي ميزور من هاد لو بوان هذا حتى لهاد لو بوان في لو سول. بوي غادي تطلعوا ا 90 سنتيمتر وغتعاودوا تاخذوا لي ميزور من هذاك لو بوان حتى لوتر بوان. الى لقيتوا المسافه اللي من الارض هي نفسها المسافه اللي كاينه ا 90 سنتيمتر سيتادير كو لي ميزور سون كوريكت لو مور ايلي بيان دروا. الى ما لقيتوش نفس المسافه c'est-à-dire que le mur ديالكم ممقادش و il faut prendre les mesures à plusieurs points باش ما يكونش عندكم مشكل في l'installation. Après pour vérifier l'angle واش il est à 90 ou pas كاينين deux méthodes, soit une simple méthode اللي هي غادي تجيبو ان تريونغل اللي غادي تحطوه في لونغل في الارض و غادي تفيريفيو فيه الحيوطة واش مقادين مع هاد اللونغل ديال تريونغل اللي ا 90 و مخصش يكون الفراغ ما بينها و ما بين الحيوطة. سينو كاينة اون اوتر ميثود اللي هي ا بارتير دو لونغل جوسكا ان متر من لي دو مور من لو مور A et le mur B ou غادي تعبروا المسافه اللي بيناتهم اللي خاصها تكون à 1m415 باش نقدروا نقولوا بان لونغل اي à 90. sinon الا كانت inférieur à ce nombre donc راها moins 90 cm c'est-à-dire on a une trapèze. Sinon, il a quand supérieur à l'adac le nombre, c'est-à-dire que l'angle est supérieur à 90. Ou hetchi reinfernaf les meubles de cuisine, les immarimchi ou hetal het hetal l'angle ou la marsomch iostro hetal l'angle. نتلاقاو في فيديو جديدة إن شاء الله.